بدأنا. أوكي، مين دول؟ دول صحابه، ده صاحبه أوزا ميشو. وده ميشو. أوكي، عارفينهم كويس يعني؟ طبعا. تمام، الصورة اللي بعدها. أوه، دي صور صورة قديمة شكلها. نفس الفرح. بنفس الفرح؟ نفس الفرح، بس عشان خاطر كنتي معاه في الفرح ده؟ لا. ما بياخدكيش معاه مناسبات؟ لا، بياخدني بس ده ما رحتش. تمام، الصورة اللي بعدها. ايه ده؟ دي أختك؟ بيجامة. شبهه قوي. أمورة بنت خالته؟ ما اعرفش. طب ممكن نشوف صورة تانية؟ مش عايزه دي. الصورة دي من على الصورة دي بيقولوا لي من على الواتساب، طلعوها من على من ارشيف الواتساب. دي بتسألوا مين دي؟ دي قريبتك؟ طب ممكن نشوف صورة مش ايوه المفروض نعرف. انت عارفة، انت المفروض اصلا انت بتجاوبي مين دي؟ نشوف صورة. مش عارفة، انت ما تعرفيش مين دي. الصور دي. طب يا جماعة خلاص سكيب، نشوف صورة تانية. طلعوا لنا بس من نفس الكونفرزيشن، يعني من نفس الكونفرزيشن. صورة. الله، يا مين اصلا الشكل ده اصلا؟ ايه الشكل ده؟ عظيم، حاجة عظيمة. مين دي؟ بقول لك انا، انت كان لازم موبايلك يروح. انت ما بتجاوبش ليه؟ ما تقول انا مش عارفة مين دي. مش عارفة هو بيطلع الصورة دي ليه اصلا. ايوه، مين دي؟ ايه بعدين. بعدين انا اتفقت معاك من الاول ماشي، مع انه مش بس صور، احنا ممكن نفتح فويسز وممكن نفتح مسجز. نفسي اعرف مين دي بجد. انا عن نفسي عندي يعني فضول ان انا اعرف يعني. طب انت برضه ما عنديش فكره. معلينا الصور دي. انت كنت متجوز؟ طيب انا مش عارفاها. هي لا، انت عندك ثبات انفعالي رهيب، يا بختك. طب يا جماعه يعني مش عارفه، ميبي مثلا هو مش فاكر او حاجه. طب نفتح الكونفرزيشن نشوف في فويس من في الكونفرزيشن دي، في فويسز بينهم مثلا او حاجه، يمكن كان في شغل قديم او مش عارفه. هو ده شغل؟ شغل في البيت بالستان بيجاما. رائع. انت بتحب اللون ده كمان، واضح انك بتحب المره. الصور دي متركبه حتى في البيت. الصور دي من على موبايله. ده انت هايل. طبعا الصور. لا طبعا، فرح. مين دي اصلا؟ وبعدين ده مش في شغل ولا حاجه، ده لبس بيت. هي مين دي؟ بعدين. طيب بعدين يعني لازم اقول دلوقتي يعني؟ طب يا جماعه نشوف بقيه الكونفرزيشن. طيب اللي على اللي على الواتساب الخاصه بالرقم اللي عليه الصوره دي. مش الفقره دي نلغيها وخلاص. في فويس نوتس تحب نسمعها؟ نسمع. اوكي، من نفس الرقم اللي عليه نفس الموبايل؟ لا، نفس الرقم اللي بعت له، اللي بعت له ستوري. اللي بعت له ستوري. نفتح الفويسز بعد اذنكم. ايه هم؟ كيف حالك؟ اليوم كيف حالك؟ يا لبقانك البومس ولا ايه؟ مش هنخلص الموضوع ده وتقول لها ان انت متجوز؟ ولا انا هفضل كده ان اكون على جنب؟ مش عارف. حد بيطلع. باي. ايه يعني الموضوع ده يعني عليا يومين ثلاثه كده وبقعد بظبط الدنيا وبقعد اعرف كل حاجه. هو ده صوته؟ الموضوع كبير اصلا، مستشفى قصه وحوارات وفي بنات وقصه، يعني حلوه يعني. بس دي بس وقتي وانا هخلص كل حاجه. انت كتير يعني ولا ايه؟ لا، انا اتكلمت على راسي. انا عايزه اعرف راسي من البلاد. اتصدمت. ثاني يا خليك يوم الخميس وهنظبط كل حاجه مع بعض. انت كويسه؟ يا جماعه ده؟ جماعه ما ينفعش، احنا ما اتفقناش على كده. لا، ما انا لازم فاصل وراجعين لكم تاني. استنونا، احنا هنستاذنك بس نغير الفقره دي بس. جماعه ما ينفعش يعني ما ينفعش انتوا تعملوا ده. مش بتتكلم. انتوا لقيتوا حاجات خاصه جدا ما ينفعش تطلع على الهوا كده. ايه التهريج ده؟ مين اللي طلع الكلام ده؟ طيب احنا ممكن نخرج دلوقتي وبعد كده نرجع تاني؟ تعالي عايزه، تعالي بس. اوكي، عاود التليفون. سلام. في بيتنا.
ماما هرجع اصلا البيت. انت مجنون ولا ايه؟ ايوه هنرجع البيت. ايه اللي مش هرجع البيت ازاي يعني؟ بعدين انا مش عندي مشكله يعني. طب انت بتستبعد عليا؟ استبعد عليك ليه؟ لا حول الله يا رب. انا برضه قعدت اقول لك يا جولشان، انا بيبقى ليا احتياجات، انت ما فيش فايده فيكي برضه. عادي يعني، قلت لك لما نرجع البيت هنتكلم وهفهمك كل حاجه. موضوع انا مش مصدقه اصلا. مظبوط.